السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم عشاء خفيف ظريف، نسحقوا بصل غابي، نسحقوا طوماطيش اون بتي كاروا كاتيدي، شويه تاع لا فيوند هاشي اختياري، تحبوا ما ديروش ما ديروش. لوبيا مشطو هكا مقطعه، شوفوا كيفاش مقطعه صغيره. عندي بوم دو تيغ مقطعه دي بتي كاروا، معدنوس، زنجبيل، فلفل عكري، والثوم اون بودغ، ومقله فيها الزيت. شوفوا بعد ما درت البصل تقلى مليح، زدت له لا فيوند هاشي تقلى معاه مليح. شوفوا كي تقلى لا فيوند هاشي دوكا راح نزيد طوماطيش اللي قطعتها بتي كارو. واش ندير؟ ندير لي زيبيس، ندير فلفل عكري شويه، ندير زنجبيل، ندير شويه ثوم اون بودغ، ندير شويه معدنوس خضر ولا ناشف. شوفوا ندير شويه ملح، شوفوا نزيد نخلي هكا خلط مليح، نزيد نخلي طوماطيش تتقلى شويه تذوب باش ندير بطاطا. شوفوا بعد ما الطوماطيش تقلت راح نزيد ندير هذيك البطاطا اللي قطعتها ارضي ونخلطها مليح. وانا دابا واش ندير؟ نمرق بشويه، شوفوا ندير لها غير شويه تاع الماء، قيس واحد نص كاس باش طيب. شوفوا هاي ليكم بعد ما طابت البطاطا، زدت لو بيان مشطو باسكو طايبه، واذا كانت ماشي طايبه ديروها مع البطاطا طيب في الاول. ودوكا واش ندير؟ نكسر البيض عليه. هاي ليكم بعد ما كسرت عليها البيض وطفيت خليته هكاك نص طياب، شوفوا كيفاش تجي، تجي بزاف بنينه. البطاطا طيبه كلش طايب، الله الله، وتجي بنينه وسهله وخفيفه مع العشاء مع الفطار. شاهدكم في الجنه. السلام عليكم.